راديو بلس بلس كون راديو. المستمعين بغاو يعرفوا التفاصيل اشنو وقع في الحادثه اللي وقعت نهار الاحد يعني البارح مع الجوج ديال النهار. انزا خرج من الدار ديالو كما كيعاود ليا الاخ ديالي خرج دار الطاك ديالو دار فيه المسائل ديالو. عنده واحد الجروب ديال السيرف سنتي تسنا باش يدير لهم لو تيست داكشي ديال السيرف. نداو ليه باش يجي عندهم هز المسائل ديالو الطاك ديالو وخرج مشى المحطه ديال الاسمنت اللي كاينه في انزا. وقفت تما واحد انتظر لواحد واحد الوقت طويل كيشيل الطاكسيات كيشيلات كما ما كاينش اللي وقف ليه ما كاينش اللي المهم طريق عامره الطاكسيات عامرين ما كاينش باش يمشي. ورجع الاخ ديالي مسكين جاب معاه ليسانس جاب معاه ليسانس شراه جابو معاه داروا في هذاك الموتور وخرج خرجوا ليه الاخ ديالي عاونوا في الموتور مع شويه الموتور كبير خرجوا مع الاخ ديالي ومشاو بحال هكا تلقى مع داك الدري داك الشيء اللي مات معاه الله يرحمه ومشى عليه تاهو. المهم خرج هو وياه تلاقى معاه قال لي واحد عنده واحد الساعه خاسره قال لي اودي الا كان ممكن وصلني معاك انزل تحت معاه حنا ساكنين في الدار الفوق. ايوا قال لي هي ماشي مشكل ركب مع هذاك السيد ديمارا وعودوا مع تاع الدار مع الشامبي جايين من الطريق ديال التغزل جايين بواحد السرعه مع الموتور شويه كبير. المهم هما عندهم اللي من شادين الطريق ديالهم الا واحد كاين واحد الكرواز ما تما خرجت لهم واحد الطوموبيل فجاه خرجت لهم هذيك الطوموبيل وسط الطريق. ما لقاوش مازال ما يديروا مع شويه السرعه ما لقاوش ما يديروا مازال. ايوا وصلحوا هذيك صلحوا الطوموبيل دخلوا فيها كاملين الله يرحمهمش عليهم. الاخ ديالك هو اللي كان سايق؟ الاخ ديالي الموتور ديالو هو اللي سايق. الموتور ديالو هو اللي سايق. يعني الحادثه وقعت في رمشة عين. رمشة عين سايق. يعني الاخ ديالك هبط باش يشد الطاكسي ما لقاش المركوب رجع للدار دار ليسانس في الموتور ركب على الموتور والسيد اللي وقعت لي مع الحادثه وتوفى حتى هو يعني غير يوصلوا غادي يوصلوا مسكين اجل ود السيد اجل وصل. يعني شوف القدر راه ملي كيوصل الاجل راه وصل الاجل. الطوموبيل اللي ضربتهم واش كانت نازله يعني معاهم في نفس الاتجاه او اللي كانت غاديه في الشارع الكبير؟ الطوموبيل طالعه من جهه انزا الى في الشانتي اللي هو البحر ديال انزا. اي عرفت هذاك الشانتي الكبير اللي كيهبط لتحت كاع حدا المعمل ديال الزيت. أيوة. كاين اللور ديالو طالعه هي فجاه هي ما تما ما كايناش البلاكه وما كاينش الضوء الاحمر خرجت هي نيشان فجاه بانت الطريق خاويه خرجت. اي واش هي طالع الطوموبيل كان طالعه من جهه البحر او كاين في الطريق الرئيسيه؟ هي طالعه من ديك الطريق من الطريق ديال البحر. مع الطريق ديال البحر طالعه باش تمشي باش تدور الاتجاه ديال اكادير باش تمشي. ايوا اها وما غادي اتجاه تغزوت. وما غادي اتجاه تغزوت. اها نعم. يعني وقعت يعني الطوموبيل اللي ضربتهم حدا داك حدا الحديد فين كاين بيض حدا السيد. لا اله الا الله. لي كاسك كانوا دايرينهم محاله ود السيد يعني هما ماتوا سير بلاس او حتى مشاو للسبيطار؟ لا سير بلاس. الله الله اكبر. كل الدعوات ديال الرحمه لهاد جوج ديال الشبان اللي مشاو مساكن مشى عزري لا 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 السيد اللي في عمره 20 عام ولا اللي في عمره 22 عام. لا اله الا الله. راديو بلس كون راديو.